يقرع جرس الإنذار فيهرع الطيارون إلى مواقعهم ويجلسون على أهبة الاستعداد. هكذا بدت التدريبات العسكرية للقوات الجوية التايوانية أجرتها مجموعة من الطيارين على استخدام الطائرة FV-16 العسكرية المطورة حديثاً على وقع تهديدات الصين عبر مضيق تايوان غدا إعادة انتخاب رئيسة التايوانية تساي إنغ وين. لا يهم إذا كان ذلك بعد الانتخابات أم لا، فنحن لا نستريح طوال العام، لدينا فريق ينتظر الأوامر في غرفة التحكم ونحن متأهبون في حالات الطوارئ كلما دعت الحاجة. هذه التطورات جاءت بعد فوز تساي بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة والتي صرحت عقبها أن على الصين القبول بأن تايوان مستقلة أساسا، مؤكدة أن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون مكلفة جدا، فيما تصر بكين على موقفها بأن نتيجة الانتخابات لا تغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين، وفي إطار ذلك تبرز ممارسات اقتصادية وسياسية تتبعها بهدف الضغط على تايبيه.